تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية وضمن جلالته البرقيات أطيب تهانيه بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم بموفور الصحه والسعاده ولدولهم وشعوبهم الشقيقه المزيد من الرقي والتطور والازدهار داعيا الله جل جلاله ان يعيد هذه المناسبه المباركه على الامتين العربيه والاسلاميه باليمن والخير والبركات